نبدأ جولتنا مشاهدينا الأحبة من قرعة خليجي 26 الكويت التي جرت يوم أمس بحضور جميع ممثلي المنتخبات المشاركة، إذ أقيمت السبت قرعة بطولة خليجي 26 في الكويت، وتم عرض فيلم وثائقي عن خليجي 25 في البصرة، وتمت الإشادة بالكرم والضيافة وروعة الحضور الجماهيري، ووجهت الدعوة للمدربين الوطنيين الذين أحرزوا البطولة، وحضر نيابة عن الراحل عم بابا شقيقته بعدما تم عرض تعويذة البطولة وهو جمل هيدو. ثم تم عرض نظام المسابقات بمشاركة 8 منتخبات خليجية تم تقسيمها على مجموعتين تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ووضعت القرعة الكويت على رأس المجموعة الأولى، فيما وضع العراق بطل الدورة السابقة على رأس المجموعة الثانية، ووقع الفريق العراقي في المجموعة التي تضم اليمن والبحرين بالإضافة إلى المنتخب السعودي. أما الكويت فوقعت في المجموعة اللي تضم عمان والإمارات وقطر. طبعا كل الموفقية والنجاح لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة. أكيد إحنا الآن مشغولين بتحضيرات المنتخب العراقي لمباراة الأردن وعمان ضمن منافسات تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، لكننا سنهيئ إن شاء الله عدد من الحلقات لهذه المشاركة اللي أأمل أن يتم الحفاظ على لقب البطولة الخليجية بإذن الله تعالى.